أهلا بحضراتكم مرة تانية. نبدأ معاكم أولى فقرات برنامج التاسعة بخبر هام جدا، خبر متعلق بقناة السويس. هذه القناة ليست فقط مجرد أهم مجرى ملاحي في العالم، ولكنها بالنسبة لنا إحنا هي تجري في وجدان المصريين، محملة بذكريات تضحيات أجدادهم. بالنسبة لنا إحنا هذه القناة هي يعني بالنسبة لنا هي إرث لينا، إرث معطر بالعمل وبالكفاح أيضا بالعمل. ومؤخرا طلعت الحقيقة الكثير من الأخبار الكاذبة والشائعات، آخرها ما تم نفيه من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وعن ما تم تداوله من أنباء تزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عام. أيضا نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء، مؤكدة ومشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقا للمادة 43 من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين فنيين وإداريين من الموظفين المصريين. أيضا أوضحت أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها التي تهدف بالأساس لإعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة. مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات والشائعات. معنا الآن الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، للحديث حول هذا الخبر وحول هذه الشائعات. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. وإحنا نتكلم عن هذه الشائعات، الحقيقة ليست هي الشائعة الأولى أو الخبر الكذب الأول. تفسير حضرتك لمثل هذه الشائعات حاليا عن قناة السويس في هذا التوقيت تحديدا؟ والحقيقة مش بس في هذا التوقيت، هو قناة السويس مستهدفة بشكل كبير خلال السنوات اللي فاتت، لكن مؤخرا احنا شفنا الحقيقة يعني كثير من الشائعات زي ما كان فكرة الصندوق مطروحة وليس في تشريع ويتناقش ولم يصدر، صارعوا بأنهم يختلقوا شائعات، لكن المرة دي الشائعة شكلا مضحكة جدا الحقيقة، لكن هي الأزمة عندهم أنه ساذجة جدا في التزوير وفي التوقيعات وفي الشكل، يعني شكلا هي مضحكة جدا. والحقيقة حسنا فعلت قناة السويس والدولة أن هي بتمشي مثل هذه الشائعات، لكن الحقيقة حتى في النقاش العام على هذه الوثائق المزيفة والأوهام والشائعات، الحقيقة في جمهور كبير يعني يستحق التحية، كانوا شايفين بالمنطق وبالعقل وبالوعي انه هذه كلام مزيف. لكن ليه ميزه مثل هذه الشائعات بتؤكد اولا اهميه الدوله المصريه واهميه مصر، هي شغله ناس ودول واجهزه كثيره جدا بتتعب نفسها وبتنفق اموال ضخمه جدا عشان اختراع شائعات، وان قناه السويس برضه بتحتل مكانه مهمه عالميا واقليميا ودوليا في كثير جدا، بالرغم من ان مصر يعني اعلنت اكثر من مره، قناة السويس عملت مؤتمر يا موضوع الصندوق اللي هو لم يصدر، لكن هذه الوثائق الموهومة المزيفة الحقيقة بتؤكد انه في اتجاه عام او انه في طيارات وجهات اصبحت بترهق نفسها وبتتعب جدا لما الدولة المصرية بتحقق شيء او في شيء صح او في شيء موجود، تعبوا من ان هم يعملوا شائعات حوالين المشروعات حوالين اللي بيحصل في مصر. يمكن الميزه ايضا انه ده بيوعي الناس قد ايه اللي بيحصل ده بينفق عليه اموال كثيره الشائعات وغيره، زي ما احنا قلنا في الشكل الوثائق والكلام الفارغ اللي هم مطلعينه مضحك جدا، وبينطلق الحقيقه من ناس اصبحوا مشهورين جدا بالكذب وما يسموه الهبد على السوشيال ميديا والهري، يعني الحقيقه انه الجمهور وفر كتير جدا وسخر منهم سخريه كامله، اي حد هيتابع التعليقات او الحاجات ناس عاديه جدا بيتابع بالمنطق وبالعقل انه مفيش مثل هذا الكلام، لكن خلينا نقول انه مهم قوي ان احنا برضو نرد للناس
اللي موجوده، وده احترام للراي العام المصري. بكل تاكيد على اهميه قناه السويس جدا سواء في تاريخ مصر او في غيرها، وده لا احد يستطيع ان يقترب منه او يجرؤ منه. ده بكل تاكيد. طيب استاذ اكرم، الاخر هو كلام الدوله المصريه دائما على هذه الفكره، كل شيء معلن، ما عندناش حاجه بنخبيها. وبعدين اصل تعاقد، اصل مش عارف، الصندوق ده لمشروعات ولتنميه والتوسعات زي ما قالوا قبل كده في التوسعات. النهارده اصبحت التوسعات مهمه لما بقت اكتشفوا ان العوائد بتتضاعف. فالفكره هم مش هيتوقفوا، لكن خلينا نقول ان هذه الشخصيات مجرد اطراف لجهات او اخرى ربما لها مطامع، لها اهداف، عاوزين حاجه من الدوله المصريه وشايفين انه مش هيقدروا ياخدوها، او شايفين انه في نمو وتنميه وارقام بتتضاعف او تكذيب لكلامهم السابق. فطبيعي انه يبقى في مثل هذه الحملات زي ما حصل بالظبط وقت افتتاح قناه السويس الجديده يا فندم، واللي اتقال ان هي غير مجديه، لكن احنا دلوقتي شايفين حتى بلغه الارقام قد ايه هي مفيده وقد ايه فادتنا. يمكن لو بصينا بلغه الارقام ليناير الشهر يعني اللي فات على طول، كانت ايرادات قناه السويس كانت الاعلى في تاريخها حوالي 802 مليون دولار. احنا بنتكلم عن ارقام كبيره جدا، هي يمكن الاعلى في تاريخ ايرادات قناه السويس. هل الشائعات دي يا فندم متعلقه بهذا الخبر على سبيل المثال؟ يعني متى يحدث انجاز او اي نجاح بيحصل في الدوله المصريه ايا كانت الهيئه اللي حصل فيها الانجاز ده، هل ده متعلق بالشائعات بشكل مباشر؟ يعني هو بعد التوسعة الحقيقة اللي حصلت والمشروع القناة الجديدة تضاعفت الإيرادات بالضبط، بالرغم من إن إحنا مرينا بسنتين كورونا. أعتقد إنه حتى حركة التجارة العالمية كانت متراجعة، ومع ذلك لم تتراجع بنفس النسبة من قناة السويس. الكلام حوالين بدائل موجودة أعتقد بيتضح كسبه، وبيتضح إنه مجرد أوهام وصعوبة تحقيقه بأمر أو بآخر. فكرة الإيرادات كمان مش بس مرتبطة، لأنه فكرة الصندوق اللي كانت معلنة واللي التشريع بيتناقش ومطروح لحوار مجتمعي، احنا بنتكلم على تنمية ومشروعات إضافية وتموين سفن، مشروعات عالمية جدا، وأولا بتخلق فرص عمل وتدر عوائد وتضاعف من دخل القناة بالشكل العلمي وبالشكل الموجه. الأمر الثالث إن عندنا المنطقة الاقتصادية في قناة السويس منطقة استثمارية مهمة ومنطقة جذب، وأظن إنه أصبح فيه حتى بعد الأزمة العالمية وعودة الأموال الساخنة وغيره، أصبح فيه رغبة وتنافس بين المستثمرين. أي حد هيتابع هيكتشف إن التنافس بين مستثمرين للاستثمار في منطقة أولاً الوصول إليها هي في شريان عالمي وموقع متميز وغيره، فمش بس العائدات، لأنه العائدات تضاعفت، وحتى ما انفق على هذه التوسعه اعتقد رجع في وقت اقل مما كان متوقع بشكل كبير. فالحقيقه وانه ده اتعمل باموال مصريه، واحنا فاكرين كويس ازاي اتعمل وازاي باستكتاب مصري وازاي بشهادات مصريه وباموال مصريه، وتشير الى انه المصريين لديهم درجه عاليه جدا من الوعي واهتمام حقيقي بقناه السويس باعتبارها شريان يمثل جزء من تاريخهم والجغرافيا ومصر موقعها بشكل عام، وموقع قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه بيضاعف من اهميه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. فكل هذه عناصر الحقيقه بتدي انطباع بالتاكيد في منافسات بين الدول، في منافسات بين اطراف الاستثمار في العالم او غيره، لكن اللي واضح انه بالرغم من هم طول الوقت لا ده ما فيش اهميه، ده ما فيش، ده مصر كذا، ده هتبيع، ده تتنازل، ده غيره، كل ده لانهم شايفين انه الاستثمار او الطريق الاقتصادي ماشي. والحقيقه انه مش بس الناس يعني في ناس عاديين جدا كذبوا ده، لكن كمان بعض الناس ربما حتى بيسالوا اسئله مش منطقيه، والحقيقه شكلهم بقى مضحك جدا. بعض الناس اللي اعتبروا هذا الكلام الفارغ وثيقه او تسريب او غيره، هم بيضحكوا الناس على بعضهم وعلى نفسهم، وبيثبتوا طول الوقت انه هذه الاشاعات يعني مصيرها دائما الفشل، وكل ما بيكذبوا اكتر بينفضحوا ويصابوا الحقيقه بحالات نفسيه وحالات مرضيه بتديهم نوع من الهستيريا في هجوم واختراع الشائعات، حتى لو كان وراهم مؤسسات بتحاول تعمل ده بشكل يعني، بس بيظهر انه يخلو من الاحترافيه وساذج جدا ومتهافت. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. وفي النهايه خليني اقول لحضراتكم انه واثق الخطى يمشي ملكا. مش هنتكلم بس على انه الانجازات، لو هنتكلم عن قناه السويس تحديدا والايرادات
اللي قدرت انها تحصل عليها قناه السويس في توقيت العالم كله. الحقيقه كان يمكن حركه الملاحه نفسها كانت متوقفه، لكن هنتكلم عن حتى مبدا الشفافيه، مش فقط عما تقوم به قناه السويس لكن عما يجري، حتى الاهتمام بكل الاخبار اللي بتخرج علينا يوم بيوم. الحقيقه في متابعه هامه ودقيقه وحثيثه. يبقى ان انا اقول لحضراتكم يا ريت ناخد بالنا من الاخبار اللي بتخرج علينا كل يوم، نتاكد منها. ما بقولش ان احنا ولا نكذبها على طول ولا ان احنا نايدها ونروح على طول عشان ننشرها، لا، نتاكد منها، نعرف الارقام بتقول ايه، نعرف اللي حاصل على ارض الواقع ايه، عشان ما نصابش بالاحباط ويحصل ذعر بينا ويحصل بلبله. خلينا نتاكد بس من مدى صدق الاخبار اللي بننشرها واللي بنقراها. مشاهدينا، فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة. ازاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته الـ54 بأرض المعارض بالتجمع الخامس. تم تخصيص 7 خطوط أتوبيسات لنقل رواد المعرض. الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض، ثم رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الثاني من دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط الثالث من النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، الـ7 عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الرابع من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفارات، ثم معرض الكتاب. الخط الخامس من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط السادس من صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط السابع من سراي القبة، روكسي، الـ7 عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، ثم محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس. مترو الأنفاق، التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق أو محطة مترو كوبري القبة، واستقلال الأتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب. خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة 6 جنيهات، ومن موقف تشكى بحلوان بتعريفة 8 جنيهات. بالسيارة قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس. زي ما تابعنا مع حضراتكم دلوقتي ازاي نقدر نروح لمعرض الكتاب. الحقيقة تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بحضور كبير جدا من قبل المواطنين ومن مختلف الفئات العمرية كمان. اليوم أدى جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب صلاة الجمعة بحضور خطيب من الأزهر الشريف. وزارة الصور مدى الإقبال الكبير على المعرض واللي بيعتبر عيد للقراءة للمصريين. خلينا زي ما احنا بنتابع مع حضراتكم كده في الصور، شايفين الإقبال ده طبعا خطبة الجمعة، وإقبال كبير جدا الحقيقة. يمكن من الشباب ده زي ما كنا لسه بنتكلم في البداية أنا وزملائي إلهام ومصطفى، يمكن كل سنة بيجي معرض القاهرة الدولي للكتاب بيفكرنا إن شبابنا لسه عنده نهم للقراءة، مهتم بالقراءة، مهتم بالثقافة. بيجي كمان السنة دي بفعاليات كتير جدا بقى، إن كانت ندوات ثقافية موجودة من مختلف الحقيقة بقى، يمكن القراء، عفوا الكتاب والمخرجين والفنانين اللي كانوا موجودين هناك، في بنشوف هناك في مسرحيات موجودة، في سينما، في كمان جناح مخصص للأطفال. كل مرة بنلاقي إنه إقبال بيزيد كل يوم
عن اللي قبله. طبعا الفعاليات مستمرة حتى يوم 8 فبراير، بدأت الفعاليات 26 يناير مستمرة لغاية 8 فبراير. وزي ما احنا دايما بنقول بنخاف ان احنا شبابنا يكون بعد شوية عن القراءة، القراءة ما بقاش ليها مريدين، يمكن الناس الكبار شوية هم المهتمين بالقراءة، لكن لا، بيجي معرض القاهرة الدولي للكتاب بيؤكد ان شبابنا مازال مهتم بالقراءة، عايز لسه يمكن محتوى جيد يشده، محتوى إن كان عن تاريخ بلده، محتوى علمي، محتوى فني، أيا كان المحتوى لسه القراية ليها مريدينها، والأهم واللي بيطمنا إنه من الشباب. ولمزيد من المتابعة حول إجراء أو أجواء اليوم من معرض الكتاب، الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري أعد لنا هذه الرسالة من هناك. مساء الخير على مشاهدي برنامج التاسعة، ومساء الخير على مشاهدي القناة الأولى. لسه مستمرين في متابعة معرض الكتاب في نسخته 54. الحقيقة معرض الكتاب يمكن دايما معتادين منه على الحضور الجماهيري المميز والكبير جدا جدا جدا، لكن كمان الأرقام وصلت لرقم مهول الحقيقة. يمكن خلال الثمان أيام اللي فاتوا والنهاردة اليوم التاسع وصلت لتقريبا 2 مليون زائر. يمكن كان في امبارح أو أول امبارح بعض التقلبات الجوية كده، ولكن ده ما منع الحقيقه المواطنين والزوار ان هم يجوا المعرض. اول امبارح اكتر من 200 الف زائر، امبارح تقريبا وصلوا 300 الف زائر، النهارده الجمعه كمان الاقبال اكبر بكتير جدا جدا، لانه كمان اجازه اسبوعيه فطبيعي يكون في اقبال اكتر. الحقيقه كمان ان احنا لاحظنا انه الاقبال مش بس مقتصر على فئه معينه، الحقيقه انه فئات كتيره جدا موجوده، بدايه من الاطفال الصغيرين اللي موجودين بيحضروا الورش الخاصه بالاطفال، وكمان في مسرح خاص للاطفال، وكمان الشباب موجودين، والشباب مش بس المصريين، في شباب مصريين، في شباب عرب، في شباب أجانب، في جاليات كتيرة جدا موجودة الحقيقة. الجاليات دي جاليات ماليزية، جاليات من فرنسا، جاليات من انجلترا، الحقيقة أنا شفت يعني جاليات كتيرة جدا موجودة. وكمان الحقيقة العائلات كمان بيجوا هنا مع أبنائهم وأولادهم، يعني يبتدوا يتحركوا في معرض الكتاب ويبتدوا يوجهوهم، إما بيجيبوا القصص الصغيرة أو إن هم حتى بيجيبوا الكتب العلمية، وكمان طلاب الماجستير وغيرهم موجودين عشان طلاب الأبحاث العلمية بشكل عام موجودين. الحقيقة كمان إنه المعرض فيه يمكن جزء مهم جدا بجانب الكتب، جانب الندوات الثقافية وورش العمل. الندوات الثقافية الحقيقة كل يوم بيبقى ليه سمة خاصة بيناقشوا فيها إما شخصيات المعرض أو حتى بيناقشوا فيها قضايا مجتمعية مختلفة. في مثلا امبارح كان متعلق بالمرأة، وكمان هيكون في ورش عمل متنوعة، ورش عمل متنوعة الحقيقة مش بس هتكون على المرأة النهاردة، ولكن كمان هتكون على التعامل مع قضايا المجتمعية المختلفة. كمان جانب مهم جدا من المعرض وهي عرض الحاجات الخاصة بالهوية، يعني مثلا في أجنحة خاصة بحلايب وشلاتين على سبيل المثال، حلايب وشلاتين جت هنا بجناح خاص و عرضت منتجاتها الخاصة عشان تعرف الناس أكتر بمنتجات حلايب وشلاتين، وإزاي الناس ممكن تعرف أكتر عن منتجات حلايب وشلاتين. في كمان منصات كتيرة موجودة داخل المعرض عشان تعرض الحرف اليدوية الخاصة بالأماكن بيها، في حاجات تعرض حرف يدوية بشكل عام للسيدات وللرجال وللشباب في كل حتة، اللي حابب يجي يتفرج عليها ويعرفها ويقدر بعد كده إن هو يشتري عن طريق أونلاين زي منصة أيادي مصري مثلا على سبيل المثال. كمان مش بس معرض الكتاب بيكون فرصة كمان الحقيقة متنزه مش بس ثقافي ولكن كمان ترفيهي، يعني بيجوا الأطفال إنهم ممكن يروحوا قسم الأطفال ويحضروا كمان مسرح خاص بالأطفال وورش خاصة بالأطفال، لكن كمان الورش دي الأطفال بتشارك بيها إن هي بتقرأ الكتب، في مسابقات للأطفال، في كمان مش بس مسابقات، في الحقيقة إن هم يقدروا يشاركوا بإيديهم إن هم يصنعوا حرفة معينة أو يتعلموا حرفة معينة داخل معرض الكتاب. عشان كده نقول معرض الكتاب في نسخته 54 الحقيقة هو معرض شامل وجامع. كمان ضيف شرف طبعا احنا عارفين ان هي الاردن، وفي مكان كبير جدا للرموز والقامات العربية والمصرية ومنها طبعا الاردنية اللي موجودين وبيشاركوا بالفعل في الندوات داخل المعرض، ودي كانت يعني نظرة عامة عن اليوم التاسع في معرض الكتاب. والان عودة اليكم مرة اخرى. شكرا طبعا كريم بيبرس على هذه الرساله. مره تانية خليني اقول لحضراتكم اخر او ميعاد انتهاء فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب هو 6 فبراير. خلينا نروح بقى من معرض القاهره الدولي للكتاب لخبر اخر، وخبر الحقيقه هو خبر ايجابي وسط الازمه الاقتصاديه اللي بيشهدها العالم.
ايه الخبر؟ الخبر انه سجل مؤشر الاسعار العالميه التابع لمنظمه الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده الفاو سجل انخفاض في يناير المنصرم بنحو 18% عن اعلى مستوى سجله في مارس الماضي بعد اندلاع الازمه الروسيه الأوكرانية. وقالت الفاو أن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير. خلينا نعرف معنى الكلام ده إيه ومعنى هذا الخبر إيه من دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير حضرتك يا دكتور مصطفى، منورنا في التاسعة. مساء الخير يا فندم، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أهلا بك، لو تشرح لنا وتشرح للسادة المشاهدين هذا الخبر. شوف يا فندم، بكل بساطة خالص، منظمة الفاو دي تتبع الأمم المتحدة، دي من المنظمات العالمية بتشوف مستويات المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية على مستوى العالم كله، على تقريبا 195 دولة في العالم، وبتقول في تقريرها عن تقريبا العشر شهور الماضيين اللي هم في يعني لغاية 2022، حددت ان من اعلى مستوى كان الاسعار واستطلاعها في السلع الغذائية انخفضت بمقدار 18%، وده من اهم الامور في الشق الايجابي القياس العالمي. يعني ايه؟ يعني العالم كله او الدول بتحتاج للقياس او اللي تشوف مستويات الاسعار في العالم شكلها ايه. منظمة الفاو يا فندم اعلنت ان في تراجع 18%، بس ده من اعلى نقطة. ندي لحضراتكم مثال، حدي مثلا الذرة مثلا او القمح او ما شابه اي محصول زراعي، انا بهدي مثلا التقريب الاعلى السعر وصل له مثلا طن القمح $1000، لكن هو من اعلى السعر ده ابتدى يتراجع، نزل 18%. فده احنا بنسميه كاقتصاديين ان المؤشر فيه تراجع للمحاصيل او السلع الغذائيه، ده بيعتبر شيء ايجابي، ان بيكون في زياده بقى في المعروض، ده يكون في زياده في المعروض من السلع. ده بيطمئن الحكومات او المنظمات الدوليه لحصولهم على السلع الاستراتيجيه اللي احنا دايما بنتكلم عنها، او السلع التموينيه او ما شابه لذلك. ده الترجمه او التصور او التفسير اللي عملته منظمه الفاو. طيب دكتور مصطفى، يعني حضرتك قربت لنا المشهد او قربت لنا الصوره كده بشكل مبسط نقدر كلنا نستوعبه، لكن المواطن دلوقتي اللي يهمه ده هينعكس ازاي على الاسعار؟ بالنسبه لي هتفرق معايا انا في ايه؟ خلينا نقول يا فندم من اول ان الدوله لازم يكون مستويات الاسعار تنخفض في العالم علشان ياثر على المواطن في المرحله الثانيه. لان الدوله مثلا بتستورد القمح، بتستورد السكر زي ما هم كاتبين، التقارير دي يا فندم بتقيس على مستويات العالم. فلما يكون المحاصيل في العالم بتنخفض فالحكومات تقدر تشتري. طيب دكتور مصطفى اعذرني المقاطعه، لكن خليني اوضح النقطه دي. يعني حضرتك بتقول انه احنا بننظر للصوره الكبيره، وقت ما الاسعار في الخارج بره تنخفض ده هينعكس علينا، مظبوط كده؟ مظبوط. خليني ادي لحضرتك مثل تاني، اشهر مثل الناس دايما بتتكلم فيه. اسعار البترول في العالم يا فندم كانت في اول الازمه اللي هي الروسيه الاوكرانيه، الحرب طبعا المشتعله حتى وقتنا الحالي، وتقريبا دخلنا على الشهر ال 12، تقريبا الحرب دي ابتدت قرب السنه. اسعار البترول وصلت ل $140، ده كان اعلى سعر. ابتدت تنخفض النهارده، بنتكلم في $85. شوفي حضرتك الفرق قد ايه؟ لكن احنا قدرتنا في الموازنه عندنا مثلا بنتكلم في 70-75 دولار. كل ما الاسعار تنزل يا فندم، كل ما المواطن يحس ان فيه ارتياح، ان الدوله ما تغليش او ان التضخم ما يزيدش. ليه؟ لان ده ناتج بنسميها التضخم الخارجي، ما الاسعار جايه لي من بره غاليه، فبتاثر على الدوله ان هي تشتري، فيبتدي يكون تاثيرها على المواطن. والدوله بتحاول تخفف الاعباء عن الناس. هي دي الترجمه يا فندم، هي عباره عن مراحل بتدور ورا بعضها البعض. الاسعار في العالم بتنخفض، فالحكومات تقدر تشتري باسعار تناسب مستويات الدخل عندها، ثم تترجم للمواطن. وطبعا احنا كلنا لو حضرتك شفتي التقرير بيقول ان الازمه من خاصه روسيا واوكرانيا هي اللي اشعلت مستويات الاسعار في العالم، وهي اللي خلت سبب هذا الازمه في مستويات الاسعار الكبيره على السلع الغذائيه. اتفضلي. طيب يعني حضرتك كيف تقرا المشهد الاقتصادي في خلال الشهور القادمه؟
احنا لغايه دلوقتي لو يعني بنتشبث ان يكون في حل في الازمه الروسيه الاوكرانيه دي، لان طبعا نعلم جيدا ان روسيا واوكرانيا تقريبا بيصدروا اكثر من ربع المحاصيل الزراعيه للعالم كله، فهي تعتبر جزء كبير جدا من سله الغذاء. فطول ما الحرب مشتعله الاسعار السلع بالنسبه للعالم كله في ارتفاع، اسعار النقل او اللي هي الانتقال او التبادل التجاري في ارتفاع، التامين عليها في ارتفاع، فده بينعكس على الناس يا فندم بمستويات اسعار عاليه جدا. واكيد حضرتك تشهدي دلوقتي ان اوروبا النهارده في عز الازمه الاقتصاديه دي عندها ازمه كمان غذاء، وخلاف ازمه الغذاء ازمه كمان في الطاقه. صحيح. فده بيأثر على الصناعه، فبيأثر على الموارد الاجنبيه الاخرى اللي بتجي للدول. احنا النهارده بنتكلم يا فندم، واكيد حضرتكم سمعتوا خطاب اكتر من مره لفخامه الرئيس، الازمه دي اذا انتهت النهارده هتحد شويه من الصعوبات الاقتصاديه في العالم كله وليس في مصر فقط، وده اللي بتنشده الدول لانهاء الحروب او انهاء النزاعات اللي حضرتكم بتشوفوها دي. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي على كل هذه الايضاحات. بالتاكيد يعني زي ما قلنا لحضراتكم خبر ايجابي، خبر يدعو للتفاؤل، وبنشهد يعني ما يحدث في المشهد الاقتصادي العالمي اللي بطبيعه الحال بينعكس علينا هنا في الداخل. خلينا نروح مع حضراتكم لخبر اخر، هي الخبر ده هو خبر رياضي، وكل عشاق النادي الاهلي بيواصل فريق الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر لاستعداد لمواجهه سياتل ساوندرز الامريكي ضمن منافسات دور ربع نهائي لبطوله كاس العالم للأندية. المباراة من المقرر أن تقام غدا السبت. خلينا نعرف آخر استعدادات الأهلي والتشكيل المتوقع. هل الأهلي هيواجه فريق بحجم أوكلاند اللي استطاع الأهلي أنه يفرض شخصيته في الملعب عليه، ولا سياتل الأمريكي فريق أقوى منه؟ خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من أحمد الهواري الناقد الرياضي. مرحب بيك ونورنا في التساعة أستاذ جمانة، تحياتي ليكي وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طيب شايف بقى إيه حظوظ النادي الأهلي؟ استاذ احمد حضرتك، انا سامع حضرتك، حضرتك سامعني كده؟ انا سامع حضرتك، حضرتك سامعني؟ كده تمام. طيب. طبعا النادي الاهلي كان قدر ان هو يتخطى عقبه فريق اوكلاند، فريق اوكلاند ظهر امام النادي الاهلي في مستوى يعني متوسط شويه، فالنادي الاهلي استغل المباراه في ان هو يحقق فوز عريض بثلاثيه. مباراه بكره امام سياتل الامريكي لن تكون مباراه سهله، مش هتكون زي مباراه اوكلاند تماما. فريق سياتل فريق مميز جدا، كنت اتكلمت مع كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب امريكا ومنتخب مصر الاسبق، واكد ان فريق سياتل الامريكي فريق منظم جدا، لكن على الورق ووفقا للمباريات النادي الاهلي فريق افضل منظم اكثر من فريق سياتل الامريكي، لكن مستر مارسيل كولر ولاعيبي النادي الاهلي كلامهم كله خلال الساعات اللي فاتت ان لازم نحترم فريق سياتل الامريكي، لان بمجرد ما تتخطى سياتل الامريكي عندك مواجهه مهمه جدا ومواجهه تاريخيه امام نادي ريال مدريد بطل اوروبا. فانت بتتكلم ان المباراه بكره مباراه مفتاح ان انت تواجه ريال مدريد، فالكل داخل معسكر النادي الاهلي شغال على كده ان المواجهه ديت مواجهه مهمه جدا. تخطينا اوكلاند مش محتاجين ان احنا يعني نواجه سياتل باستسهال، لا، مواجهه صعبه ومواجهه لازم يبقى فيها تركيز، ومن اول دقيقه نخوض مواجهه سياتل على امل تحقيق الفوز وتسجيل هدف مبكر عشان نقدر ان احنا نتخطى سياتل والنادي الاهلي يقابل نادي ريال مدريد، ونقول ان شاء الله حال فوز النادي الاهلي يوم الاربعاء اللي جاي. لو اتكلمنا على تشكيل النادي الاهلي مش هيكون في اي اختلافات عن تشكيل المباراه مباراه اوكلاند. لو مارسيل كولر حب يعمل تغيير او يعني لو في تغيير في تشكيل النادي الاهلي قد يكون الدفع ببيرسي تاو على حساب محمد شريف، او الدفع بطاهر محمد طاهر على حساب احمد عبد القادر، لكن التغييرات هتكون في اضيق الحدود خالص. يعني حتى اللحظه اللي كان حضرتك فيها دي مستر مارسيل كولر مستقر على ان يكون هو تشكيل النادي الاهلي هو نفس التشكيل، مفيش اي اختلافات فيه. طبعا كان الشناوي اللي بدا في حراسه المرمى، وشفنا البدء محمد شريف كان الخلاف على المهاجم، لكن محمد شريف هو اللي بدا. فزي ما بقول لحضرتك ما يكون التشكيل هو نفس تشكيل مباراه اوكلاند. طيب يعني يا استاذ احمد الحقيقه كل الاهلاويه بيسالوا كهربا هيشارك ولا لا؟ طيب بالامس كان في جلسه استماع في لجنه الانضباط
حول موقف محمود عبد المنعم كهربا. طبعا كهربا كان هناك مشكله ما بينه وما بين نادي الزمالك، وخرج حكم على كهربا بتغريمه 2 مليون دولار بجانب الفوائد لصالح نادي الزمالك. الحكم ده من 2019، لكن امبارح في جلسه انضباط ما طلعش حكم، يعني ما صدرش حكم، وبالتالي محمود عبد المنعم كهربا حتى اللحظه هو يحق ليه المشاركه زي ما شارك في المباريات الاخيره، يحق ليه المشاركه. الكل بترقب موقف كهربا اللي ربما يتم تجديد العقوبه مره اخرى، ولكن الوفد القانوني او المحامين الخاصين بمحمود عبد المنعم كهربا وايضا كمان النادي الاهلي بيقولوا ان الاستئناف او الطلبات اللي تقدم بيها محامين كهربا يوقفوا اي حكم لحد شهر سبتمبر المقبل. دي وجهه نظر النادي الاهلي ووجهه نظر محامين كهربا. كمان الجهه القانونيه لكهربا او محامين كهربا عرضوا على لجنه الانضباط ان الغرامه كبيره اللي بياخد راتبه بالجنيه المصري والغرامه 2 مليون دولار، فالفرق كبير جدا، فلازم اللاعب يشارك في المباريات وما ينفعش يتوقف عشان يقدر ياخد رده ويقدر يسدد، بجانب كمان ان الوفد القانوني طلب تقسيط الغرامه لنادي الزمالك، وقد يقول يعني هناك ترحيب من جانب نادي الزمالك بتقسيط غرامه محمود عبد المنعم كهربا تجنبا لايقاف اللاعب، وحتى اتسنى للاعب سداد الغرامه، لان الفرق كبير ما بين حصول اللاعب على راتبه مع النادي الاهلي بالجنيه المصري وتغريمه بالدولار. فرق العمر من وقت الشهور شوط من لحد النهارده اثر بشكل كبير جدا، ده والدفعه اللي قدمها الوفد القانوني او محامين محمود عبد المنعم كهربا، لكن احنا في انتظار الحكم، حتى الان ما صدرش حكم، وبالتالي كهربا يشارك غدا بصوره طبيعيه مع النادي الاهلي لحين صدور حكم. لو الحكم صدر قبل المباراه بايقاف اللاعب، اللاعب لن يشارك، لكن حتى الان لا يوجد حكم. ربما يصدر الحكم، يعني بنتكلم ممكن على يوم الاثنين الجاي مثلا، يعني حتى الان يحق للكهربا بالمشاركه، صح كده؟ معلش ما سمعتش حضرتك. حتى الان يحق لكهربا انه يشارك لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي. كهربا بيستعد مع النادي الاهلي في المعسكر بصوره طبيعيه، موجود في الحسابات، وربما ينصر غدا ورقه على دكه النادي الاهلي. مفيش اي حكم حتى الان، وبالتالي كهربا يحق له المشاركه. طيب اخيرا استاذ احمد، ايه الثغرات اللي مارسيل كولر هيضعها في عين الاعتبار قبل مواجهته اللي جايه؟ بص، هو النادي الاهلي يعني اكتر حاجه حرص عليها في التدريبات هو ركلات الجزاء، لان طبعا ربما يعني الفريقين يصلوا لركلات الترجيح، وده شفناه في مباريات كتير للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. فمن ضمن الحاجات اللي ركز عليها كولر في التدريبات هي احتماليه الوصول لضربات الجزاء. كمان كانت التسديدات من خارج المرمى حل كبير جدا، وشفنا ان هو حسين الشحات لجأ ليه في مباراه اوكلاند، فده اللي اتكلم عليه مارسيل كولر في تدريبات النادي الاهلي. العرضيات كان عليها تركيز كبير جدا، خاصه ان محمد شريف مهاجم النادي الاهلي بيبيد العرضيات، يعني الاهلي عنده اجنحه ولاعيبه بكات يقدروا ان هم كمان مميزين في العرضيات، ويقدر النادي الاهلي يستغل العرضيات. كل دي اساليب لعب اعتمد عليها مارسيل كولر، اللي اكيد درس الفريق الامريكي بشكل جيد جدا، وزي ما قلت لحضرتك الكل حاطط قدام عينيه مواجهه نادي ريال مدريد، لانها مواجهه تاريخيه في مباراه رسميه انك تواجه بطل اوروبا نادي ريال مدريد في كاس العالم للانديه، بتمثل اكيد حافز للجميع. فزي ما قلت لحضرتك الكل مركز وحاطط عينه مواجهه ريال مدريد يوم الاربعاء الجاي. طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله كل الحظ ليه في مباراته غدا امام سياتل ساوندرز الامريكي. نشكر حضرتك جزيل الشكر احمد الهواري الناقد الرياضي. مشاهدينا نروح لفاصل سريع، نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعه، استنونا. بحضراتكم مرة تانية. لسه كنا بنتكلم معاكم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعدد كبير جدا لدور النشر والناشرين اللي موجود فيه، لكن دلوقتي احنا معانا لقاء خاص، ولقاء أنا بالنسبة لي مبشر جدا جدا جدا، ويطمننا إن احنا الأجيال اللي جاية وشبابنا هو شباب واعي وواعد. لقائنا مع مين دلوقتي؟ لقائنا مع مروان حاتم فاروق،
أصغر مؤلف في معرض الكتاب، عمره 15 سنة وصاحب كتاب نادي المراهقين اللي لقى نجاح كمان كبير. مروان منورنا. لحضرتك شكرا. يعني أنا أنت سنك ما شاء الله 15 سنة، فمش عارفة يعني وأنا بسألك ابتديت من سن قد إيه؟ يعني ما شاء الله سن 15 سنة ده يعني سن صغير. قولي بقى بداية شغفك بالكتابة وشغف، أكيد قبلها كان في شغف بالقراية، احكي لنا كده القصة بدأت إزاي؟ بالظبط، فعلا انا كان شغفي فعلا ابتدى بالقرايه. انا بحب اقرا جدا من وانا صغير، بحب اقرا لدكتور احمد خالد توفيق. مؤخرا لقيت فيه كتب جميله جدا زي اتوميك هابتس وكتب كتير لمؤلف بحبه جدا اسمه مارك مانسون. ففي مؤلفين كتير بحب اقرا لهم وكتب كتير بحب اقرا لها، وانا شايف ان الكاتب الجيد لازم في الاول يبقى قارئ جيد. فانا بحب فعلا القراءه من وانا صغير جدا. كان حتى فكر ان اول روايه قراتها كانت لدكتور احمد خالد توفيق، كان اظن اسمها الان نفتح الصندوق. دي كانت اول روايه قراتها في حياتي، كان عندي تقريبا 10 سنين ساعتها. انا يعني المدرسين واهلي بداوا يكتشفوا ان انا عندي موهبه الكتابه من عندي 8 9 سنين. كنت بحب اعمل مواضيع تعبير، احب اعمل ابحاث عن موضوعات انا بختارها سواء بالانجلش او بالعربي. وبالفعل ابتديت تاليف الكتاب بتاعي ده من شهر 8 2021، وانتهيت منه على 2022. وفي 2023 السنه دي هو بيشارك معرض القاهره الدولي للكتاب في الدوره بتاعته 54، وهو في موجود في قاعه 1 B38. طيب هل كانت ليك بقى تجارب قبل ده، قبل نادي المراهقين؟ والله كتجارب ادبيه لا، هو ده اول كتاب ليا في حياتي، بس انا عملت حاجات قبل كده تانية زي مثلا عملت نوتس في البيولوجي. انا اي جي سي اس اي، فعملت في احنا عندنا في الاي جي بيبقى يعني مش بيبقى ساينس كومباين ساينس كله مع بعضه. عندنا البيولوجي لوحدها والفيزيكس لوحدها والكيمستري لوحدها وكده. العلوم ما بتبقاش يعني مجمعه، كل ماده منفصله بقى. فعلا نعم. فانا عملت، انا بحب البيولوجي جدا عشان بابايا طبيب وكيف، انا شايف ان دي اكتر ماده في المدرسه ممكن تميل للطب شويه. فانا عملت نوتس في البيولوجي فيها سمبليفايد نوتس باسمي انا، مذكرات نعم. فيها بقى ستادي تيبس ونوتس وسامريز وكده، وبالفعل كنت ببيعها لاصحابي وفي شويه كنت بديها لهم فور فري. بس انا يعني دي كانت الحقيقه اعمال الغير ادبيه قبل الكتاب بتاعي. لا ومذكرات، يعني مذكرات بقولي مذكرات، كنت بكتب مذكرات. طيب قولي يا مروان، يعني اسم الكتاب نادي المراهقين. نعم. ليه؟ والله انا كان حلمي ان انا اخلي المراهقين والمراهقات ليهم نادي او ليهم جروب كبير بيضم المراهقين والمراهقات المتميزين والناجحين في حياتهم في شتى المجالات. يعني مثلا مش شرط يبقى موهبه زي موهبتي مثلا في الكتابه، ممكن يبقى المراهق او المراهقه عندهم مواهب تانية مثلا في الاختراعات والابتكارات، في الرسم، في الكتابه، ممكن في الشعر، في حاجات كتير جدا، في صوت غناء، في الغناء. ففي مواهب كتير متعدده ممكن المراهقين والمراهقات يبداوا ان هم ينموها من دلوقتي ويكتشفوا مواهبهم وينموا مهاراتهم ويبداوا يطوروا من قدراتهم واحده واحده، وممكن كمان بعد كده ليتر اون يخلوها مثلا يعني ده يبقى الباشن بتاعهم ان هم يعملوا كارير فيه. نعم. يعني الكتاب فيه ايه؟ انا دلوقتي هقرا الكتاب بتاع نادي المراهقين لمروان حاتم فاروق، هلاقي بقى انت كنت لسه بنتكلم انا وانت قبل الهوا قسمت لي الكتاب كده. ايوه قولوا لي تاني. بالفعل هو ده الكتاب، هو تبع الهواء مش شديد. اوكي، اسمه نادي المراهقين الاكثر نجاحا. هو مقسم الى 4 اجزاء. الجزء الاول هو الاعداد، واللي احنا بنعد فيه القارئ اللي ما هو قادم في الكتاب. يعني في خطوات وعادات في الكتاب انا شايف كمروان هي بتساعد المراهقين والمراهقات النهارده من سن مثلا 12 لحد 18 او 20 سنه، او 20 مش مراهقين قوي، ممكن يبقوا شباب شويه بس يعني 19. نعم، او حتى في الانجليش تينيجرز كلمه بتطلق على المراهقين من 13 لحد 19. بالظبط، علشان في اخر كل كلمه من دول فيه تين. بالظبط. فعلا، فهو الكتاب فيه 4 اجزاء وبتقسم لثلاث خطوات. الخطوه الاولى تعلم كيف تحل مشكلك بنفسك. ازاي؟ حلو. كيف؟ اول حاجه يعني بالنسبه للمراهقين لازم يبقوا مبادرين وايجابيين. يعني لازم اول ممكن يبقى عندك مشكله انا هعمل ايه، يعني عادي القدر لازم يعني هعمل ايه في الموضوع، ما اقدرش اعمل حاجه. ده غلط، لازم الواحد يبدا يبادر ويبقى يكون ايجابي عشان يقدر يحل مشاكله بنفسه. مروان يعني اسمح لي هنروح لبريك سريع، فاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعه، استنونا. مازال لقائنا مع أصغر مؤلف في معرض القاهرة الدولي للكتاب مروان حاتم فاروق مستمر. مروان كنا بنتكلم قبل الفاصل نتكلم على فصول الكتاب. نعم. وكان أولها وزي ما قلت لي إزاي المراهقين يقدروا يحلوا مشاكلهم. نعم. تفضل.
فهي دي الخطوه الاولى، تعلم كيف تحل مشكلك بنفسك. انا كنت زي ما اقول اخر حاجه لازم المراهقين يبقوا ايجابيين ومبادرين، بمعنى لما يبقى في اي مشكله بتواجهه سواء مثلا مشكله عائليه او مشكله مع الاصدقاء لازم يكون مبادر هو بيحلها. يعني يبدا الموضوع الاول يقول انا مش مجبر ان انا احل المشكله، انا عاوز احل المشكله عشان خاطر حياتي تتحسن للافضل. يعني انا مش مضغوط، انا مش حاط بريشر على نفسي، انا لازم ابقى مبادر وايجابي وهذا خالص كام داون في الاول، وابدا ابادر الاقي حلول المشكله بشكل كده كرييتيف شويه، ممكن بشكل خلاق افكر بره الصندوق شويه. لو ممكن في حاجات مش لو دماغي مثلا لقيت ان انا مش عارف الاقي الحل المناسب ممكن ابدا افكر بره الصندوق شويه. طب انا اقول طب ليه ده بيحصل، فلاقي ليه الاجابات المعينه. الموضوع لما حتى تبدا تفكر فيه هتلاقي ان في اجابات فجاه بتظهر لك، الحاجات دي هتساعدك جدا في طريقك. الخطوه الاولى دي بتساعد المراهقين والمراهقات على حل مشاكلهم الاجتماعيه والنفسيه والعائليه، وكل واحده مقسمه لبند خاص بيها. يعني مشاكل النفسيه مع لوحدها، المشاكل مع الاصدقاء لوحدها، مع الاغراض حتى، في كل حاجه متقسمه لحد يعني بالبند بتاعها. الخطوه الثانيه اكتشف نفسك، بتعلم المراهقين ازاي يكتشفوا مواهبهم وينموا مهاراتهم ويطوروا من قدراتهم، ازاي يكونوا منتجين في يومهم، ازاي يفولو ذير باشن ويكونوا عندهم يعني قدره ابداعيه ان هم يبقى ليهم قدره ابداعيه ان هم ينتجوا اكتر في حياتهم وفي يومهم. الخطوه دي انصحها اسم ماي فيفرت، يعني اللي هي مفضله ليك. نعم مفضله ليا، مفضله ليا بالفعل، لان هي يعني اكتر واحده كده فيها ايه مسليه شويه وممتعه في القراءه، وانا اكتر وانا عن نفسي حتى في تاليفي ليها استمتعت جدا بتاليفها. والخطوه الاخيره لازم نسيت حاجه اقولها مهمه جدا، هو الكتاب مقسم الى 3 خطوات. دول اول خطوتين، والخطوتين الاوليتين الاولين الاولتين بالظبط، دول هم تحت بند اسمه النجاح الخاص، اللي هم هنبدا فيه بنفسنا من جوه لبره مش من بره لجوه. نبدا فيه نطور نفسنا الاول بعدين عشان كده نقدر ننجح للخارج. يعني في مثلا دلوقتي مراهق يقول لك انا عاوز ايه، انا عاوز اجيب بقى ايه عربيه احلامي كده مش عارف ايه واسافر بره. والله مش مراهق يا مروه، مش مراهقين يا مروه، انت فاهم غلط. انا اي حل لسه مكملين معاك، لكن هنروح لفاصل سريع اخر ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مرحبا بحضراتكم مره تانية، ورجعنا مره اخرى لضيفنا الصغير سن ولكن الكبير موهبه مروان. طيب مروان، احنا بنتكلم قبل الفصل كلمتني عن اول خطوتين في الكتاب، في خطوه ثالثه ناقصه ايه؟ نعم، استعدي لنجاح عمليا. دي الخطوه بقى اللي بتساعد المراهقين والمراهقات في النجاح عمليا في حياتهم. في حاجات كتير جدا حاطتها في الكتاب، زي ان هم ازاي يحطوا اولوياتهم اولا، وازاي يقدروا يعملوا ليست، يعني ازاي يقدروا ينظموا وقتهم، وازاي يقدروا حتى يكسبوا المال في سن المراهقه. في انا اخترت مجالات كرييتيف جدا وما بتمثلش اي خطوره بدنيه على المراهقين، يقدروا يشتروها يشتغلوها من سن صغير ويجيبوا من خلالها فلوس. انا ما اقدرش اوعد الناس ان هم ممكن يجيبوا فلوس كتيره من اول تجربه ليهم، ولكن انا اقدر اوعدهم ان هم يكتسبوا اكسبيرينسز جديده، يكتسبوا خبرات جديده بالظبط، خبرات جديده، هيكتسبوا يعني معلومات كتير وتجارب كتير ودروس كتير في حياتهم من مجرد العمل في حاجات زي كده. انا اخترت مجالات زي مثلا البرمجه، الرسم، الكتابه، القاء الشعر، الاختراعات والابتكارات. انا عن نفسي مثلا زمان كنت بحب اعمل ابتكارات واختراعات مع نفسي، بس للاسف كانت معظمها يا اما ما بتتحققش عشان تكلفتها عاليه جدا او عشان خاطر ما كانتش يعني غير قابله انها تطبق عمليا. بس يعني في يعني مجالات كتير جدا انا ذات نفسي مشتاق لها وبحبها، ويعني ذات يعني في بعضهم عن طريق خبرتي انا نصحت بيهم المراهقين هم ممكن يشتغلوا فيها. انا سعيده جدا موضوع عن طريق خبرتي انا حقيقي سعيده بيه جدا ما شاء الله يا مروان. طيب انا دلوقتي يعني حاسه ان انت فصول الكتاب مش شرط المراهقين يقروها بجد، لو حد حابب انه يعني يقرا اكتر زي ما انت بتقول يكتشف ذاته ممكن لا يقرا الكتاب. انا دلوقتي رحت اشتريت الكتاب، انا هستفيد ايه من الكتاب؟ المفروض اخرج منه بايه؟ تمام، هو يعني على الوضع نلخص الكتاب في خطواته الثلاثه، هنقدر نقول ان الكتاب هيخليك شخص ايجابي، شخص مبادر، شخص ازاي تقدر تكتشف مواهبك، تنمي مهاراتك، ازاي تقدر تكسب المال في طريق مجالات اللي انا قايلها زي دلوقتي دي، ازاي تقدر انك تضع الاولويات اولا، وازاي حاجات كتير جدا انا مش عايز احرق الكتاب كله بس دي ابرز الحاجات. طب مثلا طب يعني لو حد بيسمعنا دلوقتي اللي بيسمعونا هيقولوا طب انت اتعلمت الحاجات دي ازاي؟ اتعلمتها فين؟ والله انا زي ما بقول لحضرتك انا كان شغفي في الكتابه من وانا صغير جدا، انا كنت دايما بشوف مراهقين ومراهقات ناجحين ومتميزين على السوشيال ميديا على الانترنت، كنت دايما بسال نفسي ايه يا ترى العادات او الخطوات اللي هم ممكن يكونوا اتبعوها عشان يوصلوا لنجاحهم من سن صغير. فبالفعل بدات اقرا لكتب كتير مثلا زي اتوميك هابتس وكتب لمارك مانسون وكتب يعني
مثلا شين كوفي وستيفن ار كوفي كان بيعملوا كتب حلوه جدا. دي كتب يعني بشكل عام متعلقه اكتر باكتشاف الذات. بالضبط، التنميه الذاتيه والتنميه البشريه، الحاجات اللي عليها علاقه بكده. فقلت انا هقرا الحاجات دي وادخل برده على يوتيوب اعمل سيرش على الحاجات اللي الموضوعات والمحتوى اللي انا هكتبه، وعشان يبقى عندي المؤهل الثقافي والفكري ان انا اعمل الكتاب. وبالفعل لما كان عندي المؤهلات دي بدات بقى تاليف الكتاب، وانتهيت فعلا من تاليفه في 2022. طيب مروان، يعني برضو خلينا نروح للمصداقيه والشفافيه. حليت مشاكلك؟ اكيد قابلتك مشاكل. نعم. عرفت تحلها حسب النظريات اللي انت حطيتها في الكتاب؟ نعم، هو فعلا معظم المشاكل عرفت احلها الحمد لله، ولكن كلنا كبشر بنغلط، وكلنا كبشر بنرتكب اخطاء، كلنا بنقع في مشاكل. فمش شرط، انا حتى ما بنصحش المراهقين هم لازم اي مشكله يواجهوها يحلوها، في مشاكل تبقى خارج دائره التحكم بتاعتنا. طبعا في حاجات قدريه. بالظبط، يعني مثلا في مشاكل ممكن يعني مشاكل يعني في حاجات خارج دائره التحكم، زي مثلا لون البشره، الوالدين، القدر، حاجات خارج دائره التحكم، حاجات بقى في داخل دائره التحكم بتاعتنا. مثلا ممكن التواصل الاجتماعي، التعاون مع الناس، ازاي نقدر ان احنا نكتسب علاقات صداقه ناجحه وطويله المدى، الحاجات دي كلها داخل دائره التحكم بتاعتنا نقدر احنا نتحكم فيها. فهو على حسب الحاجات دي انت اولا يعني تقسمها، سواء هي بند ما اقدرش اتحكم فيه ولا انا اقدر اتحكم فيه. لو انا قدرت اتحكم فيه يبقى الموضوع اتس ماي ريسبونسبيلتي، هي المسؤوليه بتاعتي. مسؤوليتك انت. بالظبط، فانا المسؤوليه بتاعتي هنا بقى ان انا اكون شخص ايجابي ومبادر واسعى لايجاد حلول للمشاكل المعينه دي. طيب انا شايفه والدتك هنا معانا في الاستوديو الحقيقه، ويعني انا وانا بتكلم معاك انا فخوره بيك الحقيقه، فانا متخيله ما شاء الله مدى يعني فخرها بيك. والحقيقه انت تشرف يا مروان، ومتربيه لك بمستقبل كبير جدا وواعد جدا، مش عشان بس انت اصغر كاتب ومؤلف في معرض القاهره الدولي للكتاب، ولكن حتى طريقتك، اسلوبك في الحوار واسلوبك في النقاش الحقيقه راقي جدا. شكرا. اسلوب شخص فعلا مثقف، عندك معلومات، عندك شغف، ودي حاجه مهمه جدا. فانا سعيده بيك، واعتقد هيكون لينا لقاءات ثانيه كتير في نجاحات ثانيه اكتر. يا مروان نورتني والله، يخليك. شكرا. شكرا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج التاسعه النهارده، كنت سعيده جدا طبعا ان انا اصحبكم في هذه الحلقه من التاسعه. تصبحوا على خير.